وين أيامك؟ صار لك زمان مش طالة، من يوم ما تجوزت اختفيتي يا بنت. هو جوزي مخليني أتنفس ولا شيء، لساته مفكر إني بحب واحد ثاني. في واحد ثاني؟ أيوه، في حدا ينحب بهالجورة. أنت ما بتحبيه وهو حاسس، خلصت القصة. هدول بنات ما لهم بجزم، أنا المذنبة فيهم وأنا حاضرة للموت. أي إشي بدك تعرفه مني قبل ما موت رح أجاوبك عليه، بس كون متأكد أسماء ما فيش. مين أنتو؟ مخابرات الاحتلال. بدنا تشتغلي معانا. ليه؟ ولي قاعدة ولي قاعدة تتكلم. ليش خنتي شعبك؟ شو السبب؟ مسكوني مع واحد غير جوزي وهددوني، يا الفضيحة بعدها على الذبح عن جوزي يا العمالة. طيب شو المواصفات تبعت البنات اللي بتختاريها؟ اخترت كل وحدة جوزها خرب. أنا إلي الحق أعرف عن كل حركة بتعمليها، خصوصاً لما ولا مرة حسستني إنك بتحبيني. ليش اخترت تخبي هاي الصورة بالذات؟ مين هاي؟ لك اللي هالبنت بأسرع وقت ممكن. أنا بمصيبة وبحاجة لإلك. حتى نحكينا لازم نبعد عنك، ما بنقدر. مش حدا بداخل داخله بخافش من الموت، بس في ناس بتلعبها منيح. الظاهر أنا وأنت من اللي بيعرفوا يلعبوها.